اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي ننتقل لموضوع وملف مهم جدا وهي المبادره الرئاسيه حياه كريمه اللي طبعا مكمله في مشروعات التطوير والخدمات اللي بتقدمها في عدد كبير من المحافظات من بينهم محافظه اسوان واللي بيتم فيها تطوير القرى التابعه لمركز كومومبو ومركز ادفو. ايضا خلينا نتابع اخر التطورات اللي بتحصل في القرى مع دكتور احمد شعبان نائب محافظ اسوان اللي بينضم لينا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم. اهلا بيك. لو تعرفنا يا فندم على تفاصيل المشروعات اللي تم تنفيذها طبعا ضمن مبادره حياه كريمه حتى الان. طيب هو منذ اطلاق الرئيس للمبادره نفسها بتاريخ 1/2 ابتدت كل الاجهزه المعنيه في المحافظه تشتغل على تنفيذ التوجيهات اللي تم اقصائها من السيد الرئيس ورئيس الحكومه. احنا شغالين حاليا على قرى مركز سومب ومركز ادفو. المشروعات اللي ابتدينا فيها في الوقت الحالي كلها تخص مشروعات الصرف الصحي. ابتدينا يعني عملنا حوالي 9 مشروعات، 3 منهم في كومومبو و6 منهم في ادفو، واشتغلنا على مشروعات رصف الطرق بدءا من 1/2 لغايه النهارده عملنا حوالي 14 مشروع. واشتغلنا على قطاع الابنيه التعليميه في حوالي 14 مدرسه داخلين برضو في المبادره تم التنفيذ فيهم، وبدايه التنفيذ تمت من 1/2. اما اعمال الميه تم طرح حوالي 23 مشروع في المركزين لمد وتدعيم مياه وتجديد احلال وتجديد خطوط مياه، وعملنا حوالي 5 بروتوكولات لانشاء 5 محطات جديده. يمكن دي اغلبيه الشغل اللي اتنفذ لغايه دلوقتي. اما بقى الشغل اللي هو يخص الشباب والرياضه والتضامن، تم رفع المساحات اللي هتنفذ فيها المشروعات دي، وحاليا في فطور التصميم وان شاء الله بدايه التنفيذ بعد العيد. هايل طبعا. طب وايه القرى والمراكز اللي المفروض هتدخلوها بعد العيد يا فندم؟ احنا دخلنا في مركز ادفو كومومبو عندنا حوالي 57 قريه. دول ابتدينا نشتغل فيهم. اما يمكن في توجيهات من دوله رئيس مجلس الوزراء باعداد مركز جديد في المبادره حاليا واللي هو مركز نصر النوبه. وحاليا احنا في طور التجهيز الخطه المتكامله للمركز بكل احتياجاته بحيث انها تترفع لدولته وان شاء الله تخش المبادره بعد العيد مباشره. طيب عايز اخرج مع حضرتك من حياه كريمه الى امر اخر خاص ايضا بالحياه. صعيد مصر وجنوب مصر كان في كلام في الفتره الماضيه عن اعداد الكورونا والاجراءات الاحترازيه، خصوصا كمان ان يعني تشاء الظروف عشان احنا كانت الاعداد جيدة في الفترة الماضية، إن لما اتفتحت الدول في أوروبا السياحة زادت شوية في الأقصر وأسوان وفي الغردقة في جنوب مصر. فطمنا كده الوضع، المستشفيات، أعداد الناس اللي بيجي لها اللي بتصاب بالفيروس في أسوان، السياحة، يعني الوضع عامل إزاي دلوقتي في أسوان؟ طيب هو أول أعداد يعني في اللي ممكن تكون موجوده في اي محافظه، يعني فيش مثلا اعداد زياده بشكل مبالغ فيه عن بقيه محافظات مصر. بس طبعا يمكن السلوكيات بتاعت الناس بشكل او اخر من خلال التجمعات اللي بتتم بالذات في شهر رمضان الكريم اللي الحكومه يعني بتحاول بكل الطرق منعها، يمكن دي اللي ممكن تزود الاعداد في الفتره اللي احنا فيها. يعني الاعداد عليت شويه في الفتره الاخيره من بدايه رمضان. يمكن صدرت توجيهات من الوزير المحافظ اشرف عطيه لكل الادارات المحليه بمتابعه الاجراءات الاحترازيه، وابتدت اللجان تنزل من الاول وتكثف النزول في خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا عظيم، بحيث ان احنا نمنع اي تجمع عظيم جدا الالتزام بكل الاجراءات الاحترازيه المطلوبه. طيب والسياحه عامله ازاي؟ اعداد السياح اللي موجودين في المحافظه؟ طبعا هو عدد السياحه مش كبير يعني، بس طبعا مقارنه يعني بالفتره اللي فاتت احسن كتير. افضل من الفتره اللي فاتت، ويمكن ما يعني ست المحافظ كان بيتابع مطار اسوان الدولي امبارح بدعوى ان الحكومه الروسيه هتفتح الطيران على مصر، فاحنا بنعمل كل الاستعدادات المطلوبه بحيث ان التدفقات السياحيه يعني تبقى ليها استقبال. طيب ما يبقاش في اي مشكله لو قدرنا نستغل موضوع حياه كريمه والمبادره دي في ان احنا نخدم على السياحه، لان في قرى بكل تاكيد فيها اثار السياح بيروحوا يزوروها، فبتكون الطرق مش ولا بد محتاجه تطوير هذه القريه عشان السياح واهل البلد يقدروا فيها. ايه الاماكن السياحيه اللي ممكن حياه كريمه تقدر تستفيد يعني تفيد السياحه فيها؟
طيب هو في منطقة اسمها جبل السلسلة، يمكن السائح ما كانش بيعرف يوصل ليها بسرعة أو بأخرى. إحنا حاطين من ضمن المبادرة حاجة كريمة، رأس الطريق المؤدي إلى المعبد ده. عظيم. الطريق كله حوالي 2 كيلو، بس التكلفة بتاعته عالية جدا، لأن يعني يحاط بالترع والأراضي الزراعية وغيره، هيتم توسعته بالكامل ورصفه إن شاء الله خلال قد إيه؟ خلال السنة دي إن شاء الله. عظيم جدا جدا. طيب دكتور أحمد، يعني بما إن إحنا بنتكلم على مبادرة حياة كريمة وإنه في مشروعات كتير جدا تم تنفيذها، بس لو هسأل حضرتك تحديدا عن مشروعات رفع كفاءة البنى التحتية بأسوان، التعليم، لو هنتكلم كمان عن تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. تمام. بالنسبة للتعليم، يمكن ده على رأس أولويات الحكومة، على رأس أولويات المحافظة برضه هنا. احنا بندور على اكبر عدد من المدارس، سواء كان يعني سواء كانت تعمل له احلال وتجديد او تطوير او توسعه او احلال حدوثي، ده كله شغالين عليه. كل مدرسه على حسب الاحتياج بتاعها، وفي زياده لعدد الفصول في المناطق ذات الكثافه، ده كله شغال عليه المبادره. وابتدينا فعلا التنفيذ الفعلي فيه، زي ما بلغت حضرتك قبل كده ان في حوالي 14 مدرسه بيتم الشغل فيهم من تاريخ 1/2 اللي فات. اما في موضوع مجال تمكين المرأة والمشروعات، احنا يمكن معانا شغل مع مركز تحديث الصناعه وجهاز مشروعات الصغيره والمتوسطه، بحيث ان احنا نشوف كل الحرف اللي بيتم يعني العمل بيها في القرى دي لاحيائها مره ثانيه، والدعم المستمر سواء كان عن طريق القروض البسيطه او بعض المنح والدعم والمزايا التدريبيه اللي بناخدها من بعض المراكز، بحيث ان يتم يعني من خلال المبادره دي نوسع الانشطه الاقتصاديه ونمكن المراه بشكل افضل اقتصاديا خلال الفتره الجايه. طبعا نشكر حضرتك يا فندم على كل هذه المعلومات والايضاحات. دكتور احمد شعبان، نائب محافظ اسوان، نورتنا في صباح الخير يا مصر.